اهلا وسهلا. هذا سلم على الشامبو صباح. هلا انتو كل يوم هيك بتجتمعوا؟ كل يوم هدول ما عم يتركوني هلا بنوم. يلا ايه والله طمني عن حالك. طمني عن حالك. هلا بدك تطمني عليك. ايه والله طمني عن حالك. الا كيف تطمني علي؟ وقت حسن بيكون منيح عرفيني تماما انه انا منيحه. ايه والله الحمد لله. شكرا للشباب اللي عم يعملوا كثير. لك شفت بنرجع نمشيك على شيء ثاني ان شاء الله. سيدة بدي لعنا شفتها بنامي. أنا شفتك وقتها بال 2008 يمكن جيتي لعنا بدي بال 2009 وردة الشامية وهاي. إيه. نحن طورنا برنامج بناء على اللي عم يسمعوا منكم. فساعدني هلا شو اللي بنقدر نحسنه؟ وين برأيك في لسه ثغرات أو شغلات؟ هي مالها سيئة. إيه. بتقدر تكون أحسن. اعتبرني أختك الثانية. إن شاء الله وأعز إن شاء الله. يعني رقم اثنين صاروا. إيه طبعا. أربع أخوات اللي عندنا صرنا خمسة. إن شاء الله أعز. الله يسلمك. الواحد واحد اللي بيجي هيك هلا جيتك هاي بسوامة للدنيا عندي يعني هاي الواقع يعني مو هيك واحد وقت اللي بيشوف انسان مثلا مهتم لهالشيء هو نفسيته بيرتاح بينسى وجعه بينسى ألمه. احنا بنقوى فيكم. سلمي كثير علي. الله يسلمك. الله يسلمك. اهلا وسهلا. يلا نرجع ان شاء الله. هلا اتفقنا. نحن اتفقنا. اجي اطف ورده معكم. ما حنرجع غير لهي الشغله. ها طبعا. خليلك اولادك يا رب. يحميلك اياهم يا رب. الله يسلمك.